بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب حد الخمر. الحد تقدم لنا تعريفه، وأما الخمر فهو في اللغة التغطية، يقال خمر الإناء إذا غطاه، وخمرت المرأة وجهها إذا غطته، والخمار هو الغطاء. هذا من حيث اللغة العربية. وأما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل يعني غطى العقل. الإنسان خلقه الله عاقلا مدركا لما ينفعه وما يضره، والله جل وعلا حمله بالتكاليف الشرعية ورتب على ذلك الثواب والعقاب مبني على الإدراك العقلي. فالعاقل رتب الله أو أوجب الله عليه أشياء وحرم عليه أشياء، ووعده بالثواب وتوعده بالعقاب، وأيضا التصرفات، تصرفاته تصح إذا كان عاقلا ولا تصح إذا كان غير عاقل. فالعقل مناط، هو مناط التكاليف. ولذلك المجانين والمعتوهين ليس عليهم تكليف، وضع الله عنهم التكليف لأنهم ليس لهم عقول، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالعقل أمره مهم، ولذلك أمر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخل به أو يؤثر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يزيل العقل أو يؤثر فيه ويضعفه، فإن الإنسان منهي عنه وعن تعاطيه، ليبقى إنسانا كريما متميزا بعقله وإدراكه عن البهائم والحيوانات والمجانين، فهو نعمة. ولهذا سماه الله حجرا، إن هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني ذي عقل، لأن العقل يحجره يعني يحميه، سمى بالحجر. ويسمى بالعقل لأنه يعقل الإنسان كما يعقل البعير بالحبل، فكذلك العقل يعقل الإنسان عما لا يليق. ومن جملة الضرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل، نعمة العقل، فإن الله أمر بحفظها ونهى عن الإخلال بها والتعدي عليها.
ومن ذلك تعاطيه الخمر، لأن الخمر يغطي العقل فيصبح الإنسان كالبهيمة لا يدرك، وقد يفعل الجرائم من غير شعور، قد يقتل، قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر، قد يتكلم ويسب ويشتم ويهلو وهو لا يشعر، لأنه زال عقله وهو السبب في زواله. أما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والإغماء والنوم بدون سبب منه هذا لا يؤاخذ، لكن إذا كان هو المتسبب في زوال عقله بتعاطي المسكرات أو المخدرات وهذه أشد، أو أن يتعاطى المفترات للعقل كالدخان والقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر، ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الآثار على البدن وعلى الصحة وما تجلبه من الأمراض وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات إلى غير ذلك. من رحمة الله جل وعلا أنه صان الضرورات الخمس ومنها العقل، فأوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر أوجب أن يجلد وأن يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع، وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع، فالمجتمع ينالهم من شر السكارى، وهو أيضا يضر بنفسه، فمن مصلحته ومصلحة المجتمع أن يقام عليه الحد إذا سكر حتى يرتدع عن ذلك. والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الأضرار، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر عرفناه، والميسر هو القمار لأنه أكل لأموال الناس بالباطل وهو المراهنات، مراد بالقمار المراهنات التي يؤخذ عليها المال، المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائدة، وإنما طمعاً في أخذ المال، قد يربح الإنسان ربحاً فاحشاً في لحظة، قد يخسر خسارة فادحة في لحظة في تعاطي القمار والميسر كما هو معروف كما هو مشاهد. فلذلك حرمه الله وقرنه بالخمر ما فيه من المفاسد ولما فيه من استغلال الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين والبغضاء بين المسلمين. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وسماها أم الخبائث، سمى الخمر أم الخبائث، وأخبر أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر، المداوم على شرب الخمر حتى يموت، هذا عليه وعيد شديد أنه لا يدخل الجنة.
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعاً قطعياً، فمن استحلها فهو كافر، من قال إن الخمر حلال وإنها مشروب روحي وإنها فيها فوائد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد، فهذا كافر بالله عز وجل، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، معرض للوعيد، لكنه لا يكفر، فهو من جملة أصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخمر هي ما أسكر من أي مادة كان، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر، كل ما اشتد وأسكر فإنه خمر، حرام قليله وكثيره، قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل، يعني غطاء. فالخمر يطلق على المسكر من أي مادة، من أي مادة صنع، فلا يختص الخمر بمادة معينة، وإنما هو الضابط فيه الإسكار، فما أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر خبيثة وهي أم الخبائث، سواء سميت خمرا أو سميت مشروبا روحيا أو وسكي أو سميت بأي اسم، هي الخمر، والأسماء لا تغير الحقائق، هي خمر ولو سميت بغير اسمها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. نعم. في هذا الحديث أن رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من أطهر المجتمعات، ما ليس هناك أطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومع هذا وجد فيه من يعصي الله، وجد من يعصي الله، أو وجود المعصية في المجتمع هذا واقع، ولو كان هذا المجتمع مجتمعاً نزيهاً وملتزماً بأوامر الله، لا بد أن يحصل فيه من يقع في المعاصي، لأن الشيطان لعنه الله يحاول إغواء بني آدم وإغراءهم في كل وقت، فليس الغرابة في أن تقع المعصية في المجتمعات الإسلامية، إنما الغرابة أن تترك ولا تعالج، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترك إقامة الحدود، هذا هو المستغرب. أما أن تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لا بد منه، ما كل الناس على وتيرة واحدة، يوجد فيهم المتساهل، يوجد فيهم العاصي، يوجد فيهم ضعيف الإيمان، يوجد فيهم من يميل إلى الشهوات،
إنسان ليس معصوما. وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر، وجد من يشرب الخمر كما مر، وجد من يسرق كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كانت تقام الحدود، تقام الحدود، هذا هو المطلوب. أما إذا عطلت الحدود فإن هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم. فمن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم، فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة أيضا، لأنهم يتوبون إلى الله عز وجل وينزجرون إذا وقعوا، وقبل الوقوع يفكرون في العقوبة فيتركون هذه الجرائم. فليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار أو يقوله من انخدع بالكفار من أبناء المسلمين، ويقولون الإسلام دين التسامح، الإسلام دين المسالمة، وليس فيه وحشية وليس فيه إلى آخر ما يقولون. هذه ليست وحشية، هذه علاج، هذه علاج. أرأيت لو أن مريضاً فيه عضو فاسد، فيه عضو فاسد، لو ترك لسرى إلى جسمه وقتله، هل يترك ويقال قطع العضو هذا وحشية؟ لا، هذا منتهى الرحمة، فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم، وليس هذا وحشية. الوحشية لو ترك، هذه هي الوحشية وعدم الرحمة. فإقامة الحدود من نعم الله ومن رحمة الله في المسلمين. فهذا الرجل شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن الحدود ترفع إلى ولي الأمر، وليس من حق كل أحد أن يقيمها، وإنما هي من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي هو يستثبتها، فإذا ثبتت فإنه يقيم الحد عليها، الحد المشروع. هذا من صلاحيات ولي الأمر، لأن هذا الذي شرب الخمر جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده نحو من 40، والجلد هو الضرب، ضربه نحو من 40 ضربة، ويسمى كل ضربة جلدة، 40 جلدة. فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر، وأن مقداره 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة ودخل الناس في دين الله من أقطار الأرض، اتسع الوقوع في الخمر بكثرة من دخل في الإسلام، وصارت 40 لا تردعهم، صارت 40 جلدة لا تردع. استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هذا فيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل الرأي ولا يستبد بالأمر من عنده، مهما كان من العلم والعدل والإنصاف، مهما كان ما فيها أعدل من عمر ولا أكثر علما من عمر رضي الله عنه. ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل البصيرة في الأمور المهمة، وفيه أن هذه الأمور لا يتدخل فيها كل من هب ودب، وإنما هي من اختصاص أهل العلم وأهل الشان، هم الذين
يعالجونها وترفع إليهم. الأمور العامة لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها، إنما هي من اختصاص ولاة الأمور والعلماء. كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على الأربعين وهي لا تردع؟ كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع لقلة الجرائم ولكثرة الإيمان وقوة الإيمان، لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارت الأربعين لا تردع. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أشار عليه أن يجعلها 80 كأخف الحدود، أخف الحدود حد القذف 80 جلدة، أشار عليه أن يجعلها 80 جلدة. وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال إنه إذا وقال إنه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى، فأرى أن يجلد حد المفتري يعني القاذف. فاستقر رأي الصحابة على أن يجعل حد الخمر 80 ويرفع من 40 إلى 80 نظرا لتساهل الناس في هذا الأمر، فلا بد من التماس ما يردعهم. في حين أن رواية الحديث ليس فيها تحديد للأربعين، قال نحو من 40، نحو من 40 دل على أن الأمر فيه احتمال، فيه احتمال للزيادة حسب المصلحة. فاستقر الأمر على 80 جلدة، وهذا مذهب الجمهور أن حد الخمر 80 جلدة لعمل عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، واستقر في وقته الجلد 80 جلدة. هذا سنة، هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين، فيكون الحد 80 جلدة على الخمر. وذهب جماعة منهم الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد إلى أن حد الخمر 40 نظرا لما جاء في الأحاديث، وأن ما فعله عمر إنما هو من باب التعزير لا من باب الحد، لا من باب الحد، وإنما فعله من باب التعزير، وللإمام أن يعزر حسب ما يرى فيه المصلحة. لكن الحد الرسمي 40 جلدة، وإذا رأى إمام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد. وهذا قول ثالث في المسألة، تكون الأقوال ثلاثة: أولاً أن حد الخمر 80 كما هو قول الجمهور، ثانياً أنه 40 ولا يزاد، ثالثاً أنه 40 ولكن يزاد من باب التعزير إلى 80 كما فعل عمر رضي الله عنه. فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره. وفي الحقيقة أن العبرة ليست بعدد الجلد، العبرة بنوع الجلد، لأن هناك من الجلد ما يبلغ الآلاف لكن ما يضر المجلود، ما يضر المجلود، إنما هو شكلي فقط. فهذا لا عبرة بكثرة العدد. ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم،
فيردع الإنسان، فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه، لا يكون شديدا بحيث يجرح أو يكسر العظم، ولا يكون يعني خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع، وإنما يتوسط في هذا الأمر، يكون جلدا مؤلما ألما لا يبلغ حد الشدة، هذا هو المطلوب من الجلد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: يوجد سيارة كامري رقم لوحتها لام دال ميم 316 مغلقة لباب أحد المنازل في الجهة الجنوبية للمسجد، ويريد صاحب البيت الخروج عاجلا. نعم، اللي له السيارة المذكورة على باب المسجد الجنوبي كامري، ما أدري وش اسمها، كامري، ووصفها كما ذكر السائل، يذهب يوخرها عن طريق. نعم، وأنا قلت لكم كم مرة لا تؤذوا الناس بسياراتكم، لا توقفوها أمام الأبواب، لا توقفوها في الطرقات، أوقفوها في مكان ليس فيه ضرر ولو كان بعيدا. أنتم شباب تمشون ولله الحمد، لو تجون من بيوتكم تمشون كان هذا أحسن وأصح لكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. انتهى من باب الحدود، انتقل إلى التعزير. إلى التعزير، التعزير هو التأديب، هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد، ليس فيها حد ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزير، ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون، بل لا بد من العقوبة، إما بالحد إن كان هناك حد، أو العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس. فالتعزير هو التأديب، وهو في كل معصية، التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة. أما ما في حد فيكفي الحد، وما فيه كفارة تكفي الكفارة فيه. ويطلق التعزير على التوقير، فهو من الأشياء التي يسمونها مضاد لغوي، يطلق على معنيين متغايرين من باب الأضداد، يسمونه باب الأضداد، يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متضادين، ومن ذلك التعزير، يطلق ويراد به التأديب كما هنا، ويطلق ويراد به التعزير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى تعزروه؟ تؤدبوه؟ لا، معنى تعزروه توقروه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، يعني عزروه وقروه واحترموه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأضداد. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. لو أخذنا بظاهره لقلنا إن التعزير لا يجوز أن يرفع عن 10 أسواط إلا في الأشياء التي حددها الله كالزنا والقذف، هذه يجلد فيها الحد. ولكن العلماء رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث، منهم من يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد، يعني في معصية، المراد بالحد هنا المعصية. أما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية، وإنما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان، والوالد يؤدب ولده، فهذا لا يزيد على 10 أسواط.
لأنه على غير معصية، وإنما هو للتأديب فقط وتهذيب الإنسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الأشياء ويكف عن الأشياء غير اللائقة. فإذا كان التعزير على شيء غير معصية وإنما هو على شيء خلاف الأولى، على شيء خلاف الأولى في التصرفات، فهذا يؤدب لكن لا يزاد على 10 أسواق. أما إذا كان على معصية فيزاد على 10 أسواق بحسب ما يرجع، إلا أنه لا يبلغ به الحدود، يكون أقل من الحدود، يزاد في الجلد إلا أنه لا يبلغ أقل الحدود وهو 80 جلدة، يكون 79 مثلاً، 75 إلى آخره. هذا قوله الذي اختاره الإمام ابن القيم والجماعة، إن المراد إلا في حد من حدود الله يعني في معصية، وأما ما كان غير معصية وإنما هو من باب خلاف الأولى أو التهذيب والتربية فإنه لا يزاد على 10 أسواق كحد أعلى، على 10 أسواق كحد أعلى، وإذا تنازل عن 10 فهو أحسن. القول الثاني أن الحديث على ظاهره، وأن المراد بحد من حدود الله يعني المعاصي، المراد بها العقوبات المقدرة، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد، يعني إلا في العقوبة التي قدرها الله، ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية، مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فيضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون 10 أسواط أو 10 أسواط كحد أعلى لا يزاد عليه، عملاً بظاهر الحديث، فيكون التعزير مقصوراً على 10 أسواط ولا يزاد إلا في الحدود، فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلا فيها. والقول الأول هو القول الراجح، أن المراد بالجلد على الأشياء التي ليست من المعاصي وإنما هي من خلاف الأولى أو التهذيب أو التربية، وأما ما كان معصية فإن ولي الأمر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة. والتعزير يختلف، منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف، ومنه ما يحصل بإخراجه من المجلس، طرده من المجلس، ومنه ما يحصل بالهجر، ترك الكلام معه تعزير، ومنه ما يحصل بالضرب، ومنه ما يحصل بالفصل من الوظيفة إلى آخره. فالتعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي، القاضي، على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريمة، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، الأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجل، سميت الحلف يمينا لأن العادة أن المتحالفين يمد أحدهم يده يمينه إلى الآخر، يمد يمينه إلى الآخر، فسميت الحلف يمينا، والمراد بها الحلف بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فاليمين هي تأكيد الأمر بذكر معظم، اليمين والقسم بمعنى واحد، هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا هو القسم وهو اليمين.
تأكيد أمر لذكر معظم على صفة مخصوصة. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهو نصيحة لغيره من الأمة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى أن الإنسان لا يطلب الإمارة وهي الولاية، لأن الولاية ابتلاء وامتحان، قد لا يقوم بها، قد لا يقوم بها ويحصل خلل أو يضعف عنها، فلا يكلف نفسه الدخول في شيء قد لا يستطيعه وهو في عافية. لكن إذا ابتلي ولي الأمر ألزمه بالولاية فإنه يصبر ويعينه الله عز وجل، أما إذا طلبها فإنه يوكل إلى نفسه. إذا طلب الإمارة وحصلت له فإنه يوكل إلى نفسه ولا يكون من الله إعانة له. فهذا فيه أن الإنسان لا يطلب الوظائف التي فيها مسؤوليات، إدارة أو قضاء أو إمارة أو غير ذلك من المسؤوليات، الإنسان في عافية. لكن إذا وكل إليه الشيء من قبل ولي الأمر إنه يصبر، يصبر ويحتسب الأجر في ذلك، ويعينه الله عز وجل على القيام بذلك ويسدده، سواء كان في القضاء أو في الإمارة أو في الإدارة أو في غير ذلك. ففيه إيثار العافية، وأن من حرص وطلب فإنه ينقطع العون من الله له في عمله عقوبة له، ولأن هذا فيه تزكية للنفس، فيه أيضاً دخول في أمر كان هو في عافية منه، فالله جل وعلا يعاقبه ولا يعينه. أما إذا ابتلي بها وألزم بها فإنه يصبر، هذه ناحية. الثانية، هذه مسألة الثانية، إذا كان الأمر سيضيع، القضاء سيضيع، وهذا الإنسان عنده استعداد للقيام به والعدل فيه، فيجب عليه أن يتقدم أو ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة ستضيع، يجب عليه أن يتقدم. إمامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي، فتدارك للضياع هو يتقدم يطلب هذا. لهذا قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان الأمر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فإنه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينقذها من الضياع، وهو محسن في ذلك. إذن فيقوم بالوظيفة أو المسؤولية في حالتين: حالة ما إذا كلفه ولي الأمر واختاره لهذا الشيء، الحالة الثانية إذا كان هذا الأمر سيضيع وهو من مصلحة المسلمين أو يتولاه من ليس أهلا له، فإنه يتقدم ويطلب، يطلب أن يتولاه من أجل أن ينقذه من الضياع ومن أجل أن يقوم بالقسط بين الناس، وله الأجر، وله الأجر في ذلك. الآن أكثر الشباب يطلبون الوظائف، واللي ما يتوظف يسمى عاطل، وكان الأبواب المفتوحة، أبواب الرزق مفتوحة، لو راحوا يبيعون ويشرون أو يحترفون أو يدورون أعمال تليق بهم ويشتغلون فيها أحسن من الوظيفة، يسمونها الأعمال الحرة.
فينبغي هذا، ينبغي إن الشباب لا يتوقفون عند الوظيفة، أنهم يطلبون الرزق من وجوهه. وأما التوقف عند الوظيفة فهذا عجز، هذا عجز. والوظائف ما يمكن إنها تغطي جميع الأفراد، ما يمكن هذا. فعلى الشاب والقوي والذي عنده استعداد أن لا يضيع، أن لا يضيع كفاءته وينتظر الوظيفة، بل يطلب الرزق من مجالات كثيرة، وهي أيسر من الوظيفة وأكثر فائدة من الوظيفة، ولا يتعطل الإنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب، قوله: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يعني رأيت نقض اليمين أحسن من التزام اليمين. هو الواجب أن يبر الإنسان بيمينه وأن يحافظ على يمينه، إلا إذا رأى أن عدم الاستمرار في اليمين أحسن، فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ينقض اليمين، ينقض اليمين ويأتي الذي هو خير، الذي حلف على تركه، الذي حلف على تركه، كأن حلف لا يزور أقاربه، لا يصل رحمه، لا يتصدق، فهذا حلف على منع الخير، فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين، بل عليه أن ينقضها وأن يكفر عن يمينه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، الله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني ما يحل هذه الأيمان، وهي الكفارة، وهي الكفارة. فإذا كان نقض اليمين خيرا من المضي فيها فإنك تكفرها وتأتي الذي هو خير، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وبفعله. كان صلى الله عليه وسلم إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأتيت الذي هو خير. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا اصلحوا بين الناس. فإذا حلف الإنسان لا يبر، لا يفعل البر، أو حلف لا يصلح بين الناس، أو حلف أنه لا يتقي الله جل وعلا، لا يجوز له الاستمرار. يقول: أنا حالف أخاف آثم إلا مني ما مضيت. نقول: لا، أنت آثم إذا مضيت في هذا، فعليك ألا تمضي وأن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي مانعا، لا تجعل اليمين مانعة لكم عن فعل الخير، هذا معنى الآية، لا تجعل اليمين بالله مانعة لكم من فعل الخير. يمكن الإنسان يغضب ويحلف أنه ما يجامع زوجته، أنه ما يبر بوالديه، أنه ما يزور أقاربه، أنه ما يصل أرحامه، ما يجوز له هذا، وعليه أنه يكفر، يبادر بالتكفير ويفعل الخير. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا مثل ما سبق، إلا أن الأول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة وصيته له، والثاني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه إذا حلف أن لا يفعل خيرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، فيجب الاقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، كانوا يحلفون بآبائهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونسخ ما كان في أول الإسلام، فنهي عن الحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز التعظيم إلا لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمراد الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، فلا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا، من كان حالفا، شوف من كان حالفا، وإلا الإنسان ما يحرص على الحلف، لكن من كان حالفا ولا بد فلا يحلف إلا بالله عز وجل أو ليصمت، وهذا أولى، أنه يصمت أولى ويترك الحلف، لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل. لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عما كان عليه الأمر قبل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالكعبة أو بالرسول أو بالمسيح أو الحلف بأي مخلوق، لا يجوز الحلف بالمخلوق، وإنما يحلف بالخالق سبحانه وتعالى، هذا الذي استقر عليه الأمر في الإسلام. فالحلف بغير الله شرك كما في الحديث، أو كفر، والمراد الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فإنه شرك أكبر، كحلف أصحاب القبور بالأضرحة، أو قد يحلفون بالله، يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون بالحلف بالميت، يخافون من الميت، وإذا قيل له احلف بما بمن تعظمه اضطرب وخاف أن الميت يصيبه فأبى أن يحلف، لكن إذا قيل له احلف بالله على طول لأنه لا يخاف الله، هذا شرك أكبر. أما إذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنها شرك أصغر وكفر أصغر، وعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة القبيحة. والحلف بالأصنام، باللات أو بالعزة أو بمنات أو بكل ما يعبد من دون الله، هذا أشد، هذا أشد. والحلف بالإنسان العادي أو الشيء العادي هذا محرم أيضا، كالذي يحلف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة أو غير ذلك أو بالرسول، فلا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. والله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا، وقيل: احفظوا أيمانكم لا تتركوها بدون كفارة إذا حنستم، لأنه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجل. فإن قال قائل: أليس ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، فحلف الرسول بأبي الشخص، فيقال هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، فيكون هذا الحديث الذي معنا ناسخاً، يكون ناسخاً لما كان من قبل. سؤال آخر: قد يقول قائل: الله جل وعلا في القرآن حلف بالمخلوقات، والتين والزيتون، طور سينين، لعمرك أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله حلف بالمخلوقات، فما الجواب؟ نقول: هذا خاص بالله جل وعلا، فإن الله يحلف من خلقه بما يشاء، أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله.
نحلف إلا بالله عز وجل. نعم. وفي رواية قال عمر، وقوله لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أبدأ أنا بها الحلف بغير الله، منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك امتنع، فلا يحلف ذاكرا هو ولا آثرا عن غيره، أي ذاكرا عن غيره أنه حلف بغير الله، هذا من ورعه رضي الله عنه والتزامه بما أمر به الشارع ونهى عنه. وهكذا ينبغي للمسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الإنسان إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادر بالامتثال، يبادر بالامتثال، هذا هو الواجب على المسلم، ولا يتثاقل ويتأخر أو يتساءل لماذا أو هذا لا يجوز. أنت مؤمن وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، قل سمعا وطاعة، قل سمعا وطاعة وبادر بالامتثال. هذا عمر منذ سمع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الحلف بغير الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال سليمان بن داود عليهما السلام، لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. هذا الحديث في الاستثناء باليمين، وهذا يأتي إن شاء الله، ما يتسع الوقت للكلام عليه الآن، نؤجله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل، هل يفهم من حديث أنس من زيادة عمر رضي الله تعالى عنه لحد الخمر إلى 80 جلدة أنه متى ما دعت الحاجة إلى الزيادة في الحدود زيد فيها، كما لو لم يرتدع الناس اليوم بالثمانين فيزيد، أم يقال أنه خاص بعمر رضي الله تعالى عنه؟ لا، ما يزاد على الحدود، الحدود المقدرة لا يجوز الزيادة عليها، ولكن يكرر عليه الحد، كل ما وقع في الجريمة يكرر عليه الحد ولا يزاد، لا يزاد الحد. لكن قضية فعل عمر رضي الله عنه، لأن حد الخمر محل احتمال، محل احتمال، لأن فيه أنه نحو من 40 ولم يحدد 40، فيه أنه منهم الضارب بالعصا ومنهم الضارب بالثوب ومنهم الضارب بالنعل، ففيه احتمال، يعني حد الخمر فيه احتمال، فلذلك صار قابلا للبحث من عمر رضي الله عنه. أما الحدود التي تقررت هذه لا يجوز التغيير فيها ولا الزيادة فيها، لا من عمر ولا من غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل، هل يفهم من قوله في الحديث نحو 40 أنها تقارب 40 وليست 40 جلدة؟ احتمال، هذا احتمال، قلنا لكم أن هذا احتمال، فهو ليس فيه تحديد واضح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل، هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة 3 دراهم، وفي حديث آخر ربع دينار، أن 3 دراهم تساوي ربع دينار؟ قيل هذا، نعم، قيل الأصل ربع الدينار، والدراهم هذه تقويم لربع الدينار، وكان ربع الدينار آنذاك 3 دراهم، وقيل العكس، الأصل الفضة، الأصل الفضة وهي 3 دراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. والخلاف في هذا أمره سهل، النصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم، يخير بين الأمرين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل، هل طلب التزكيات من المشايخ من طلب الإمارة؟ وهل إذا كان الإنسان بحاجة لها لإكمال دراسته يكون هذا من طلب الإمارة؟ لا، هذا من التعاون على البر والتقوى، إذا كان يأخذ تزكية لأجل أن يطلب العلم فهذا من التعاون على البر والتقوى، أو يأخذ تزكية
من أجل مساعدته على دين تحملها وغرامة تحملها لأجل وهو لا يقدر على التسديد، فيكتب معها أحد الوجهاء أو أحد العلماء أنه صادق وأنه مستحق، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان يكتب معه أنه يستحق الوظيفة أو يستحق الولاية وهو لا يدري عنه، هذا لا يجوز أنه يزكيه وما يدري عنه هل يحمل الوظيفة أو ما يحملها أو عنده مؤهلات أو ما عنده مؤهلات، وإنما هو من باب الفزعة أو هذا لا يجوز. نعم، لا يجوز التساهل في هذا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال الرجل لأخيه حلفت عليك أن تفعل كذا أو أقسمت عليك، فهل يعتبر هذا حلفاً؟ أي نعم، إذا حلف على غيره ليلزمه بفعل شيء أو ترك شيء فتنعقد اليمين، إذا حلف عليه أن يفعل شيئاً أو أن لا يفعله تنعقد اليمين. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بذمتي أو بذمتك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الحلف بالذمة ولا بالأمانة، لا يجوز الحلف بغير الله مطلق. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تتمة سؤاله: وهل الذمة صفة من صفات الله يجوز الحلف بها؟ ما قال وذمة الله، قال ذمتي، ذمة العبد الإنسان، ما يجوز هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول بعض الناس أن القات له فوائد، ويقولون إنه يخفف مرض السكر عندهم، فهل هذا صحيح؟ الله جل وعلا قال في الخمر: قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فمجرد وجود نفع في الشيء لا يبيحه إذا كان ضرره أكثر من منفعته، والقاعدة أنه إذا كان الشيء ضرراً محضاً أو ضرره أكثر من نفعه أو مساوياً لنفعه إنه لا يحل، إذا كان ضرره خالصاً أو ضرره أكثر من نفعه أو ضرره مساوٍ لنفعه فإنه حرام ولا يجوز. ولا ذكر أن القات فيه فائدة، مثل الدخان كله ضرر محض ما فيه فائدة، من اللي يقول أن فيه فائدة؟ أنه ينشط الإنسان، ينشط ثم بعدين يكسله. الخمر ينشط الإنسان ويخليه يتناول السماء بيده وكل شيء عنده، ثم بعد ذلك يسقط ويصير ما كالثوب أو كالخلق، فما هو كل شيء يخيل للناس أن فيه نفع يكون حلالاً حتى يتأكد من خلوه من المضار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما كيفية جلد شارب الخمر، هل في مجلس واحد أم في مجالس متفرقة؟ مجلس واحد يجلد، في مجلس واحد على الخمر، على الزنا، على القذف، مجلس واحد ولا يفرق، لكن قد يخفف الحد إذا كان مريضاً ولا يتحمل، قد يخفف الضرب عنه، لا يخفف في العدد وإنما يخفف الصفة: خذ بيدك ضغثاً أضرب به ولا تحنث، يخفف في الصفة لا في العدد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الشمة وهل تعد من المخدرات؟ إن شاء الله، يعني أصبحنا الشمة منين هي مأخوذة يا أخي؟ مأخوذة من القات ولا من الدخان ولا من المفترات ولا من الجراك ولا ما أشبه ذلك، كلها مشتقات خبيثة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل شرب الخمر في ماضيه ثم تاب إلى الله تعالى، يقول: ماذا يعمل حتى يطهر نفسه من هذا الفعل؟ فهل يسلم نفسه للقضاء ليقام عليه الحد أم يستر على نفسه؟ طهر نفسه بالتوبة إلى الله والستر على نفسه، والله يتوب على من تاب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنه يذكر أنه يعمل في مركز شرطة، ويأتيه في نهاية الأسبوع سكارى كثيرون، يقول: وعندما أقوم بإبلاغ المسؤولين يقولون هناك أمور أهم من هذا الأمر ويأمروني بإطلاق سراحه، فهل يجوز لي أن أجلدهم في المركز وأطلق سراحهم؟ لا، عليك أن ترفع بشأن هالمسؤولين اللي يقولون أطلقهم، يرفع بشأنهم إلى من هو مسؤول عنهم، يبلغ عن هؤلاء المسؤولين المتساهلين ولا يخليهم يتلاعبون في هذا الأمر.
هناك مسؤولون فوقهم، هناك أمراء، هناك وزراء، هناك مدراء فوقهم يبلغون، ولا يخلى هؤلاء الجنود يلعبون بالناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في النهي عن طلب الإمارة أن لا يطلب الإمارة إمام المسجد أو مؤذنا لمسجد؟ ما هو بإمارة لكنه مسؤولية، نوع من المسؤوليات. إذا كان الإنسان عنده استعداد للقيام بالإمامة وهو قصده الإمامة، ما هو قصده الدراهم، قصده العبادة، وإنما يأخذ الدراهم ليستعين بها على العبادة فلا بأس. ما إذا كان ما فيه أهلية فلا يجوز، أو ما يتفرغ للإمامة وإنما يأخذ الراتب ويسرح ويمرح يمين وشمال وإجازات وخروج إلى البر وإلى كذا، هذا لا يجوز هذا الأمر. نعم. إذا كان بيلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد ويحضر كل صلاة وعنده أهلية للقيام بالإمامة الله يعينه، أما إذا كان لا، إنما قصده الراتب ولا يهتم بالحضور ولا يروح يمين وشمال ويوكل أو يخلي الناس يتحرون وينتظرونه ويصلون على المبض، هذا حرام عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق 100 جلدة إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ ما يجوز لأحد أن يزيد على الحدود التي قدرها الله جل وعلا تنفذ، لكن ما يتساهل في تنفيذه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا أخوان، لو أن الحدود أقيمت كما شرعها الله لارتدع الناس، ولكن يتساهل في إقامتها أو تقام شكلياً، هذا لا ينفع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا حلف الإنسان بالطلاق فما الحكم إذا كان ينوي بطلاقه اليمين؟ إذا تلفظ بالطلاق حكمنا عليه بلفظه ولا ننظر إلى نيته، نحكم عليه بما تلفظ من صريح الطلاق، ولا نخلي الناس يتلاعبون يقول أنا ما نويت، أنا ما قلت، أنا ما... نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير ممن يشرب الدخان يحتج بأنها ليست محرمة بأنها لا تنقض الوضوء. ما شاء الله، وكل محرم ينقض الوضوء؟ مش هالقاعدة هذه، هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات، مثل أكل الربا هذا ينقض الوضوء وهو من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك أكل الربا، وهو ما ينقض الوضوء إذا أكله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يمر علي في بعض المحاضرات قول المتحدث بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا من الحلف بغير الله؟ هذا ما هو حلف، هذا فداء بأبي وأمي، يعني فداه، فداه أبي وأمي، هذا من باب الفداء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن من قال إن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة وإنما قال اجعلني على خزائن الأرض بعد أن قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، ويبقى حديث عبد الرحمن بن سمرة على ظاهره؟ يا أخي، طلب خزائن الأرض والقيام عليها إمارة، نوع إمارة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يثير بعض الناس اليوم في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول. نعم. يثير. صلى الله عليكم. يقول: يثير بعض الناس في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وليس بشرك، ويحتج ببعض أقوال لبعضهم المتأخرين. سبحان الله، نترك قول الرسول ونأخذ أقوال الناس. الرسول يقول: من حلف بالله بغير الله، بغير الله مطلقا، بأبيه أو بغيره أو بالنبي، من حلف بغير الله مطلقا فقد كفر أو أشرك. وهذا يقول لا، ما يشرك. يقول الرسول: أنت ما أنت بصادق، ما يشرك، ما هو بشرك هذا. سبحان الله، بعض الناس ما يفكر بكلامه، لأن فلان قالوا فلان، ما علينا من فلان قالوا، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا؟ نعم، الحلف بغير الله جريمة كبرى، أشد من الكذب في اليمين. كذب من اليمين في اليمين حرام كبيرة،
لكن الحلف بغير الله أكبر لأنه شرك. وأما الكذب في اليمين بالله، إذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة وكبيرة، لكنها دون الشرك، دون الشرك. فهذا من باب المقارنة، أن الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير الله، بغير الله صادقا، لأنه شرك. ولا شك أن الشرك أكبر من المعصية. نعم. أحسن الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس علي الملازيم، ملازيم. نعم أحسن الله. يقول: ويقصد بها الشيء الذي أصبح لازما عند الرجال والقبيلة، فهو بمثابة العرف بينهم. هذا يحتاج نرجع للقاموس هؤلاء، أنا ما نعرف كلام هؤلاء، يحتاج مترجمين ويحتاج إلى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز استعمال المسكر في الدواء إذا اضطر له ولم يوجد بديل له من الأدوية المباحة؟ لا، المسكر ليس فيه دواء، وإنما هو داء، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إليه رجل وقال إنه يصنع الخمر للدواء، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وقال: أما إنها داء وليست دواء. فليقول إن الخمر فيها دواء كذاب، ما فيها دواء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصل التعزير إلى حد القتل؟ نعم، قد يصل إلى حد القتل، على قول الجمهور إن الإمام أو ولي الأمر ينوع التعزير بما يردع الناس حتى ولو بالقتل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر في تعريف الحلف عبارة بذكر معظم، يقول: أليس الأولى أن يقال بذكر الله أو صفة من صفاته؟ هذا من حيث اللغة يا أخي، ما هو من حيث الشرع. هذا من حيث الشرع، هو الحلف هو القسم والحلف بالله وصفة من صفاته من حيث الشرع، لكن من حيث اللغة هو تأكيد أمر بذكر معظم، هذا من حيث اللغة، لا تخلط بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الفروق بين اليمين والنذر؟ اليمين بالله، والنذر هو أن يلتزم الإنسان عبادة لله عز وجل لا تجب عليه بأصل الشرع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب تبت إلى الله بعد أن كنت أستغيث بالشيطان في وقت الشدة، مع علمي بخطر ذلك الذنب. الشيطان هو اللي يوقعك في الشدة، فكيف تستغيث به؟ لكن التوبة، من تاب إلى الله تاب الله عليه مهما كان ذنبه، فعليك بالتوبة إلى الله، واحمد الله أنه وفقت لمعرفة الحق والتوبة إلى الله، وأحسن العمل وأبشر بالخير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعمل مدرس في إحدى المدارس، وقد ذهبت بمجموعة من الطلاب إلى أحد المراكز التي تهتم بالآثار، يقول: وكان داخل هذا المركز تمثال، فقال لي أحد التلاميذ: أسجد لهذا الصنم؟ فنهرته وقلت له: استغفر ربك. يقول: فهل هذه المقولة التي قال هذا الطالب تخل بإسلامه؟ أول اسأل عنك أنت، ليش تروح بهم لهذه الآثار اللي فيها أصنام؟ أنت المسؤول عنهم، ولا يجوز لك هذا، وهم في ذمتك، وهم في ذمتك، فعلك هذا حرام، عليك التوبة إلى الله، ولا تعود لمثل هذا، لا تروح بهم المحلات المعاصي، محلات الأصنام والأوثان. وأما هذا الطالب الجاهل، إذا قال هذا وبين له ترك هذا الشيء فليس عليه شيء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يحصل عليهم شيء، لأنهم لم يعملوا، لما نصحهم موسى عليه السلام وغلظ عليهم تركوا هذا، لم يكونوا مشركين. والذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يقعوا في الشرك، لأنهم قالوا عن جهل، ولما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وأنه شرك امتنعوا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل إلا في يقول أحسن الله إليكم من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل إلا في وظيفة إدارة أو تدريس، فهل يقدم مؤهلاته على الديوان لتعيينه؟ ما أدري وش هذا. من كان يقول أحسن الله إليكم من كانت دراسته في الجامعة نعم، ولا مجال لصاحبه إلا صاحبه لصاحب العمل أو صاحب الشهادة،
دراسته يعني يدرس الآن ولم تخرج؟ نعم أحسن الله، يقولنا يدرس وإذا تخرج ليس له عمل إلا في الإدارة. إذا تخرج يكون خير إن شاء الله، يصبر لما يتخرج ويكون خير. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: ما حرصت على الإمارة إلا يومئذ؟ لحرصه على الخير، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فعمر تطلع إلى هذا الفضل، ما يريد الإمارة وإنما يريد هذا الفضل وهو نيل محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس؟ صلاة الاستسقاء كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها، أن يخرج الناس إلى المصليات ويجتمعون ويصلون جميعاً ولا يتفرقون بالمدارس أو بالبيوت أو بالدوائر، هذا خلاف السنة. السنة أنهم يخرجون ويجتمعون يصلون جميع، نعم، ويدعون جميع. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع قلب الغترة أو الشماغ بعد صلاة الاستسقاء أم أن ذلك خاص بالرداء فقط؟ هذا خاص بالرداء وما يقوم مقام الرداء مثل البشت أو الكوت أو أما الذي على الرأس فليس لا يسمى رداء، اللي على الرأس ما يسمى رداء، يسمى غطاء الرأس، لكن إذا فعله من باب يعني الرغبة في الخير والرغبة في الاقتداء نرجو أنه يثاب على هذا. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إنها امرأة تابت قريبا ومنذ قرابة 4 سنوات كانت تترك الصيام في رمضان ولا تقضيه بعده جهلا منها، تقول: ولا أعرف عدد هذه الأيام وأصوم الاثنين والخميس تطوعا، فهل تكفي هذه عن قضاء تلك الأيام؟ إذا كانت مع تركها للصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي فهذه ليست مسلمة، حتى لو صامت ما يجزيها الصيام. أما إذا كانت لا محافظة على الصلاة ولكنها تترك الصيام ثم تابت فعليها القضاء، يجب عليها القضاء. وإذا كانت لا تعرف الأيام تقدرها وتجتهد في تقديرها وتصوم ولا يجزي صوم الاثنين والخميس عن القضاء. نعم انت أحسن الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.